سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته مشاهدينا الكرام، تقبل الله صيامكم وطاعاتكم بكل خير، وكل عام وأنتم بألف خير. نرحب بكم إلى لقاء جديد في فقرة السؤال الميداني لبرنامج في رحاب القرآن، ومن مدينة المكلا، مدينة التاريخ وسلطانة الهدوء والملاذ، ننطلق وإياكم ونطرح السؤال التالي. صحابي جليل من اليمن كان من أحسن الصحابة صورة ومن أطولهم قامة، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم: على وجهك مسحة ملك، من هو هذا الصحابي؟ لمعرفة إجابة السؤال والفائز معنا بجائزة اليوم تابعونا. صحابي جليل من اليمن كان من أحسن الصحابة صورة ومن أطولهم قامة، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: على وجهك مسحة ملك، من هو هذا الصحابي؟ عفو، ما عندي. صحابي جليل من اليمن، أساعدك، صحابي تحديدا من حضرموت، من هنا، من هو هذا الصحابي؟ عمر بن العاص. صحابي جليل من اليمن، عمر بن العاص مش من اليمن، صحابي جليل من اليمن، معاذ بن جبل. هو من اليمن تحديدا من حضرموت، تحديدا من حضرموت، ايوه نعم. ملك، من هو هذا الصحابي؟ ما ادري والله. صحابي من اليمن وتحديدا من حضرموت، اسعد زيدت المساعده. صحابي جليل أبو بكر الصديق. صحابي جليل من اليمن كان من أحسن الصحابة صورة ومن أطولهم قامة، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: على وجهك مسحة ملك، ما في اختيارات، ما في خيارات للأسف. حاولي. هو من حضرموت. جرير بن عبد الله. جرير بن عبد الله. أنت الآن قلتي جرير بن عبد الله، من اللقب؟ بن عبد الله. ها جرير بن عبد الله الباء، قربت ساعتك. البجلي، الصحابي الجليل الذي كان من أطول الصحابة ومن أحسنهم صورة، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: على وجهك مسحة ملك. وحصلنا على الإجابة هنا من الأخت، عرفين عليك. سميرة باجروان. سميرة باجروان، عفوا، وتستحق جائزة مقدارها 30,000 ريال مقدمة من راعي هذه الفقرة. ألف ألف مبروك يا سميرة.